من ضمن يعني التغييرات التي يجب أن ننتبه إليها الآن أن البحرين قد تحولت إلى محمية سعودية. محمية سعودية ليس فقط لأن الاقتصاد البحريني اقتصاد يعتمد على السعودية وعلى الاستثمارات السعودية وعلى السواح السعوديين، ولكن أيضا محمية سعودية لأن العسكر السعودي هو الذي يهيمن على البلاد، وهو الذي يحمي العائلة الحاكمة، وهي عائلة حاكمة اعتمدت هيمنتها على البحرين على البريطانيين منذ 1813 حتى 1971، ثم الآن تتحول إلى الدعم السعودي، الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي السعودي لحمايتها ضد شعبها.